والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتكلم أيضا في كتاب الميراث إرث الطبقة الثانية. إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الآب بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم، شخص توفى ما عنده أولاد، ما عنده أب، ما عنده أم، عنده أخوة من الأبوين وعنده أخوة من الأم، أخوة من الأب فقط ماكو، أخوة من الأبوين وأخوة من الأم. طبعاً إذا أكو أخوة من الأب مع وجود الأخوة من الأبوين ليس لهم شيء من الميراث. فالآن عندنا أخوة من الأبوين يعني من الأب والأم وأخوة فقط من الأم. الأخ من الأم تارة يكون واحد أخ واحد من الأم أو أخت واحدة، أو الأخ من الأم متعدد اثنين يعني أخ أخوين أو أخ وأخت أو أكثر من ذلك. فإذا كان الأخ من الأم كان واحدا مو متعدد، الأخ من الأم يعني إما أخ من الأم أو أخت من الأم. الأخ أو الأخت من الأم إذا كان واحدا له السدس، له سدس التركة ذكرا كان أم أنثى، يعني أخ أو أخت واحد منهم أخ أو أخت. إذا اثنين يعني متعدد، شخص توفى عنده أخ من الأم أو عنده أخت من الأم وعنده أخوة من الأبوين يعني من الأب ومن الأم. هنا نريد نقسم الميراث، عندنا الأخوة من الأبوين يرثون بالقرابة ليس لهم فرض في الكتاب العزيز، وعندنا الأخ الواحد من الأم هذا له فرض في الكتاب العزيز. فمنريد نقسم أول ما نعطي أصحاب الفروض، فالأخ من الأم الواحد أو الأخت إيش قد فرضها في الكتاب العزيز؟ لها السدس، لها سدس التركة يعني التركة إيش قد؟ 5 ملايين، 10، 20، 100 مليون إلى آخره. المقدار هذا المبلغ ينضرب في 1/6، ينضرب في 1/6 يطلع السدس. للسهولة إذا شخص ترك التركة مالته 6 ملايين دينار، 6 ملايين دينار، 6 × 1/6 إيش قد يطلع حصة الأخ من الأم أو الأخت من الأم؟ يطلع 1 مليون. سدس 6 ملايين يعني 6 × 1/6 يطلع 1 مليون. هذا 1 مليون للأخ من الأم. هذا الأخ سواء كان ذكرا أم أنثى يعني أخ أو أخت له 1 مليون، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الكلالة طبعا المقصود بالكلالة في الآية الكريمة إنه إذا شخص توفى مات ما عنده لا أب ولا أم ولا عنده أولاد، عنده أخوة، هالأخوة ذولا يطلق عليهم كلالة، الأخوة من الأبوين، الأخوة من الأب يطلق عليهم كلالة، الأخوة من الأم يطلق عليهم كلالة. فهنا المقصود الكلالة بالآية هي الأخوة من الأم، أخ واحد من الأم.
ستة إذا كانت تركة ستة ملايين، أو إذا كان 12 مثلاً 12 مليون في واحد على ستة، إيش قد يطلع؟ يطلع اثنين، يطلع مليونين، والباقي 10 ملايين تروح للأخوة من الأبوين، للأخوة من الأبوين. الفرض الآخر أنه إذا كانت الكلالة متعددة، فرضنا هذا اللي ذكرناه أنه الأخوة من الأم واحد أو أخ أو أخت سدس، والباقي للأخوة من الأبوين. إذا كانت الكلالة متعددة يعني اثنين أخوة أو أكثر، أو أختين فأكثر، أو أخ وأخت متعددة أكثر من واحد، أيضا بتقسيم الميراث هنا الأخوة من الأم لهم فرض في الكتاب العزيز، لهم فرض في الكتاب العزيز. إذن أول ما نقسم نعطيهم فرضهم، إيش قد فرضهم؟ ثلث. الأخوة من الأم إذا كانوا متعددين، سواء كلهم ذكور أو كلهم أناث أو بعضهم ذكور وبعضهم أناث، إيش قد فرضهم في الكتاب العزيز؟ لهم الثلث، لهم الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، كلهم شركاء في الثلث. شلون يتوزع بيناتهم هذا الثلث؟ شلون يتوزع على الأخوة من الأم لهم الثلث؟ يعني إذا ترك 6 ملايين، 6 × 1 = 3، إيش قد ثلث 6؟ 2 مليونين. هاي المليونين شلون تتوزع؟ المليونين إذا كلهم طبعا توزع بالسوية، بغض النظر أنه كلهم ذكور كلهم أناث أم ذكور وأناث، يتقسم المال بيناتهم بالسوية. هاي المليونين تتقسم بالسوية، إذا 2 كل واحد إلى 1 مليون، 4 كل واحد إلى 500، وهكذا. الباقي، لأن إحنا ذكرنا أنه الوارث هنا أخوة متعددين من الأم وأخوة من الأبوين، انطينا ثلث للأخوة من الأم، شو يبقى؟ يبقى الثلثان لمن؟ للأخوة من الأبوين. الأخوة من الأبوين إيش قد لهم؟ لهما الثلثان، لهما الثلثان. شلون يقسم الثلثان؟ كيف تقسم بينهما؟ إذا كلهم ذكور كلهم أبناء يتقسم بالسوية، يتقسم بالسوية. ذكور وأناث للذكر مثل حظ الأنثيين، كلهم أناث أيضا يتقسم بالسوية كما سيأتي. إذن إذا التركة 6 ملايين وأعطينا للأخوة من الأم ثلث، الباقي ثلثين يعني 4 ملايين، 4 ملايين هاي تتوزع على الأخوة من الأبوين. نعم، في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا، إذا كان المتقرب بالأبوين مو أخوة وإنما أخوات أناث، أختين 3 4، والمتقرب بالأم الوارث من جهة الأم كان واحدا، يعني من الأخ من الأم كان واحدا، الآن شلون نقسم؟ عندنا شخص توفى عنده أخ، عنده أخ أو أخت من الأم، وعنده أخوات أناث 2 أو 3 أو 4 وأكثر من الأبوين. الأخ من الأم أو الأخت من الأم لها السدس، فرضها في الكتاب العزيز السدس، يعني إذا كانت التركة 6 ملايين، 6 × 1 = 6 يطلع شقد؟ يطلع مليون، مليون من 6 ملايين. الأخوات من الأبوين
فرضهن في الكتاب العزيز، لهن الثلثان، لهن الثلثان. الثلثان كم سدس؟ أربعة أسداس، أربعة أسداس. الأخوات من الأبوين لهن أربعة أسداس، والأخت أو الأخ من الأم له السدس. إيش باقي؟ إيش قد؟ إيش قد يبقى فائض؟ يبقى سدس. هذا السدس على من يرد؟ باقي سدس. يعني إذا ستة ملايين قسمناها، الأخ أو الأخت من الأم لها السدس، يعني لها مليون. الأخوات من الأبوين لهن الثلثان، يعني أربعة. أربعة زائدا واحد خمسة، شو يبقى؟ يبقى مليون. هذا عليه من يورد. عندنا أخ أو أخت من الأم، وعندنا أخوات من الأبوين. هذا المليون اللي هو سدس يساوي، يرد على الأخوات من الأبوين، يرد على الأناث، على الأخوات يعني من الأبوين. يعني هذا المليون فقط لمن يروح؟ راح يروح للأخوات من الأبوين. فراح يصير فرضهن في الكتاب العزيز لهن الثلثان، فرضهن ثلثي التركة يرثانه بالفرض، والباقي يرد عليه اللي هو السدس، يرد عليه. الأخت أو الأخ من الأم هل يرد عليه؟ كلا، ما يرد عليه، لا يرد على الأخ أو الأخت من الأم. الزائد يرد على اليمن، يرد على الأخوات من الأبوين. يعني هذا المليون فقط يعطى المن للأخوات من الأبوين، ولا يرد على الأخ أو الأخت من الأم. وفي صورة كون المتقرب بالأبوين أنثى واحدة، أخت، أخت واحدة، في صورة المتقرب بالأبوين أخت واحدة. الأخت الواحدة إيش قد فرضها في الكتاب العزيز؟ لها النصف. الأخت لها النصف. فإذا شخص توفى عنده أخت واحدة فقط، وعنده أخ أو أخت من الأم، أخ أو أخت من الأم، الأخ أو الأخت من الأم إيش قد فرضها في الكتاب العزيز؟ لها السدس. الأخت إيش قد لها؟ لها النصف. النصف طبعا ثلاثة أسداس، أو سدس راح يصير أربعة، الزائد إيش قد من التركة؟ سدسان. هاي عليه من ترد؟ ترد على البنت من جهة الأبوين فقط، الأخ أو الأخت من الأم لا يرد عليها. يعني لو كانت التركة ستة ملايين على فرض، الأخ أو الأخت من الأم له السدس، يعني مليون من ستة، والأخت من الأبوين لها النصف، فش قد راح يزيدون التركة؟ زيادة أكو شقد؟ سدسان، يعني مليونين. الأخت من الأبوين طيناها ثلاثة من ستة، أو واحد من ستة للأخ أو الأخت من الأم، إيش قد يصير المجموع؟ أربعة. إيش قد يزود؟ يزود مليونين، يعني سدسان. لمن ترد؟ تعطى للأخت من الأبوين. وإذا كان الأخوة من الأم متعددين، اثنين أو أكثر، مع بنت واحدة، مع أخت واحدة من الأبوين، شخص توفى ترك أخت واحدة من الأبوين وأخوة أو أخوات متعددين من الأم، يعني اثنين أخوة أو أكثر، أو أختين فأكثر، أو أخ وأخت فأكثر. هنا المتقرب بالأم إيش قد له؟ متعدد، له الثلث، ثلث التركة. شلون يتقسم؟ يقسم بالتسوية، بالتساوي، بغض النظر كلهم ذكور، كلهم أناث،
ذكور وأناث، كل الدائما الأخوة المتعددين من الأم الميراث يقسم بالسوية، ما كل الذكر مثل حظ الأنثيين. ذاك إذا كان من الأبوين أو من الأب التقسيم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، أما مع عدم الاختلاف فيكون التوزيع بالتسوية. إذن ثلث، ثلث التركة للأخوة من الأم اللي هو من ستة، اثنين من ستة يعني مليونين من ستة. فرض الأخت من الأبوين لها النصف، ثلاثة أسداس، النصف ثلاثة أسداس يعني ستة ثلاثة ملايين. إيش قد يزود؟ يزود سدس، يزود سدس يعني واحد من ستة ملايين. على من يرد هذا؟ يرد على الأخت من الأبوين ولا يرد على الأخوة والأخوات من جهة الأم. وإذا وجد معهم أخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم، كما عرفت لأن تقدمت هذه المسألة. شخص توفى عند أخوة من الأبوين وأخوة من الأب وأخوة من الأم، الأخوة من الأب لهم شيء من التركة؟ كلا، ليس لهم شيء من التركة. ليش؟ لأنه الأخوة من الأبوين أقرب للميت من الأخوة من الأب، فيحجبوهم. الأقرب لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد، فلا ميراث لهم بوجود الأخوة من الأبوين. إذا لم يوجد للميت أخوة من الأبوين وكان له أخوة من الأب وأخوة من الأم، فرض المسألة السابقة أنه كان الأخوة من الأبوين وأخوة من الأم، أخوة من الأب ماكو. الآن فرض المسألة هاي أخوة من الأبوين ماكو، أكو أخوة من الأب فقط وأكو أخوة من الأم. يعني شخص توفى ما عنده لا أب ولا أم ولا أولاد ولا أحفاد، عنده أخوة من الأب فقط مع أخوة من الأم، أخوة من الأبوين لا يوجد. شلون نقسم هنا؟ إذا كان الأخوة من الأم أو إذا كان الأخوة من الأم، إذا كان واحداً أخ واحد من الأم، أخ واحد من الأم وأخوة من الأب فقط، شلون يتقسم الميراث؟ إذا كان الأخ من الأم واحداً فله السدس، هذا فرض في الكتاب العزيز، له السدس. إيش قد يبقى؟ خمسة أسداس. المن هاي؟ للأخوة من جهة الأب، للأخوة من جهة الأب. يعني لو كانت التركة ستة ملايين، ستة في واحد على ستة مليون، راح يصير المن للأخ من الأم، والباقي خمسة أسداس يعني خمسة من ستة ملايين، المن تعطى للأخ من الأب إذا كان واحد له، إذا كان متعدد كذلك أيضا له. إذا كان الفرض الآخر، إذا كان الأخوة من الأم متعددين اثنين أو ثلاثة أو أربعة ذكورا، كلهم ذكور كلهم أو كلهم أناث أو ذكور وأناث، إيش قد لهم؟ لهم الثلث. الأخوة من الأم المتعددين أكثر من واحد لهم الثلث، ثلث التركة يعني من ستة ملايين ستة في واحد على ثلاثة يطلع مليونين، اثنين من ستة، والباقي يكون الباقي للأخوة من الأب، للأخوة من الأب طبعا يرثوه بالقرابة، يرثوه بالقرابة، يعني أربعة ملايين مليونين للأخوة من الأم المتعددين وأربع ملايين الباقي
هذا للأخوة من جهة الأب يرثونه بالقرابة. طبعاً الثلث الأخوة المتعددين من الأم يرثوه بالفرض، هذا فرضهم في الكتاب العزيز. الأخوة من الآب ما لهم فرض في الكتاب العزيز، فشكون يرثون الباقي التركة؟ ثلث التركة بالفرض للأخوة من الأم، الباقي وهو الثلثان يرثونه، يعني 4 من 6 ملايين يرثونه بالقرابة. شلون يتقسم هذا الثلثان؟ كيف تقسم على الأخوة من جهة الأب؟ الثلث يقسم على الأخوة من جهة الأم بالسوية، بالتساوي، بالتساوي، بغض النظر عن نوع الجنس، كلهم ذكور، كلهم أناث، ذكور وأناث، كله بالسوية. دائما الأخوة من الأم إذا كانوا متعددين يقسم المال بينهم بالسوية. بالنسبة للتقسيم، تقسيم المال للأخوة من الأب شلون يقسم؟ إذا كلهم ذكور بالسوية أيضا بالتساوي، كلهم أناث أيضا كذلك بالتساوي، ذكور وأناث للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة، يعني شخص توفى أو ترك أخت من الأب، أخت واحدة من الأب، شلون الميراث هنا يكون؟ شخص توفى عنده أخت من الأب فقط، أخت واحدة، وعنده أخوة من الأم. الأخوة من الأم إذا كان واحداً، إيش قد له فرضه في الكتاب العزيز؟ له السدس، يعني من 12 مليون له مليونين، وإذا كان 6 ملايين له واحد من 6 ملايين. فسدس للأخ أو للأخت من الأم. الأخت من الأب فرضها في الكتاب العزيز النصف، لها النصف، يعني 3 من 6 ملايين، 6 في 1 على 3 يساوي 3. فالأخت أو الأخ من الأم له السدس 1 من 6، والأخت من الأب لها النصف، يعني 3 من 6، قد المجموع 4، الباقي اثنين مليونين، يعني سدسان. لمن هذا يعطى؟ لمن يرد؟ يرد للأخت من الأب فقط، ولا يرد على الأخ أو الأخت من جهة الأم. وإذا كان الأخوة والأخوات من الأم متعددين، يعني 2 أو أكثر، بغض النظر أنه ذكور كلهم أو كلهم أناث أو بعضهم ذكور وبعضهم أناث، فرضهم في الكتاب العزيز لهم الثلث، لهم الثلث. الأخت من الأم، عفوا، الأخت من الأب لها النصف، فش راح يصير عندنا؟ عندنا ثلث وعندنا نصف، عندنا ثلث وعندنا نصف. إيش قد يزود من التركة؟ يزود سدس. يعني إذا التركة 6 ملايين، مليونين للأخوة من الأم وثلاثة للأخت من الأب، المجموع إيش قد يصير؟ 5، الزائد إيش قد؟ 1 مليون اللي هو السدس. عليه من يرد؟ يرد على الأخت من الأب. هل يرد على الأخت؟ هل يرد على الأخوات من الأم؟ كلا، لا يرد، يرد فقط على الأخت من الأب. أما الأخوات أو الأخوة من الأم فلا يرد عليهم، لهم الثلث فقط، يقسم بينهم بالسوية. الآن أنتقل للإجابة عن الأسئلة التي وردت إلينا. أم رسل من النجف الأشرف
تقول المرأة إذا ما اعتد عدة وفاة يصير تغير منزلها، إذا امرأة توفى زوجها طبعا عليها عدة وفاة بغض النظر هذه المرأة صغيرة كبيرة يائسة غير يائسة مدخول بيها غير مدخول بيها مسلمة غير مسلمة إلى آخره، هذه المرأة تجب عليها عدة وفاة اللي هي إذا كانت مو حامل 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت حامل تعتد بأبعد الأجلين يعني أيهما أبعد وضع الحمل أم 4 أشهر و10 أيام. فهنا إذا توفى زوجها هل يجب عليها البقاء في نفس بيتها اللي اعتدت به؟ هي ساكنة في بيت معين، توفى زوجها واجب عليها تبقى بهذا البيت؟ لو يصير تنتقل إلى بيت آخر يجوز لها تنتقل لغرض السكن في غير البيت اللي توفى زوجها به، توفى وهي زوج توفت زوجها وهي ساكنة به يجوز لها، نعم يجوز لها تغيير سكنها والانتقال من بيت إلى بيت آخر. هل يحرم عليها الخروج؟ تغيير البيت يجوز لها، تغير سكنها من بيت إلى بيت آخر يجوز، حتى كراها ماكو يجوز لها الخروج. لو ما يجوز لها لا يحرم عليها الخروج، لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه. إذا كان هناك ضرورة تريد تروح للطبيب هذا ضرورة لا يحرم عليها الخروج، أو لأداء حق مدينة مطلوبة تريد تسدد الدين أيضا كذلك لا يحرم عليها الخروج، أو فعل طاعة تريد تصلي جماعة تريد تصلي في المسجد تريد تزور الإمام الحسين عليه السلام أيضا لا يحرم عليها الخروج، أو قضاء حاجة مثلا تريد تروح للسوق ما عندها أحد مثلا يشتري لها مسواك، نعم يكره لها الخروج لغير هذه الأربعة التي ذكرت، يكره لها الخروج، يكره مو بمعنى أنه حرام وإنما بمعنى قلة الثواب، كما يكره لها المبيت خارج البيت، خارج بيتها يجوز لها أنه تبات في خارج بيتها يجوز لها ولكنه مكروه. أم سيف من بابل تقول ما حكم تختم الرجال بالذهب والصلاة به؟ يعتبر في لباس المصلي أمور، واحد من هذه الأمور أن لا يكون اللباس من ذهب، لباس المصلي يشترط أن لا يكون من الذهب، لذلك يحرم على الرجل مثلا التختم في أثناء الصلاة. إذا تختم لا المصلي الرجل، طبعا هذا الحكم خاص بالرجال فقط ما يشمل المرأة، المرأة يجوز لها تتختم بالذهب في الصلاة وغير الصلاة، الرجل لا يجوز لها التختم بالذهب في أثناء الصلاة أو لبس الذهب بصورة عامة. شنو حكم الصلاة اللي أصلى بالذهب؟ المصلي لابس خاتم من ذهب وصلى، شنو حكم الصلاة؟ صلاة ما تصح، لا تصح الصلاة بالذهب. في غير الصلاة يجوز للرجل أنه يلبس ذهب في غير الصلاة مو بالصلاة، كذلك أيضا لا يجوز، وإذا لبس يعتبر هذا الرجل آثم. أحد المؤمنين يقول هل لوالد الزوج سلطنة على زوجة ابنه؟ كلا ليس له سلطنة على زوجة ابنه، حتى الرجل هو حتى الزوج هو ليس له سلطنة، فقط يجب على المرأة إطاعة الزوج في أمرين فقط، مع ذلك لا يجب عليها الإطاعة، وهي لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا تمتنع عن المقاربة،
في بقية الأمور، بقية الأمور الحياتية، إلى سلطان عليه؟ كلا، ما على سلطان عليه. فإذا الزوج ما على سلطان إلا في هذين الموردين، غيره إلى سلطان؟ كلا، ليس له سلطان، لا أب الزوج ولا أم الزوج ولا أخوة الزوج ولا أخوات الزوج أيضا. أبو علي بن دياله يقول: هل للأخ ولاية على أخته؟ كلا، ليس له ولاية على أخته. الولاية تكون للأب أو الجد من قبل الأب فقط، إذا كان الجد موجود أو الأب موجود. والبنت البكر الرشيدة رادت تتزوج، الواجب عليها استئذان الأب أو الجد من قبل واحد منهم، يكفي أنه تستأذنه. فيشترط في زواج البنت البكر الرشيدة إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها، يشترط في صحة زواجها إذن الولي اللي هو الأب أو الجد من قبل الأب. إذا كانت غير إذا كانت مستقلة في شؤونها، هل يشترط إذن الولي الأب أو الجد من قبل الأب؟ نعم، على الأحوط يشترط إذن الولي اللي هو الأب أو الجد من قبل الأب. شنو معنى مستقلة؟ مستقلة بمعنى أنه إذا أرادت تبيع ممتلكاتها، عندها بيت، عندها أرض، عندها سيارة، عندها ذهب، الأشياء الخطيرة يعني، إذا أرادت تبيعها ما ترجع للأبوين، ما ترجع للأبوين، ما تستأذن الأبوين، ما تروح للأب تقول له أنا، أو للأم تقول له أنا مثلا عندي بيت وأريد أبيعه، هي من وحدها تقدر تبيعه. تسافر ليلا أو نهارا أيضا ما تستأذن من الأب، ما تقول لأبوها، هاي إيش تعتبر؟ تعتبر مستقلة. هاي مجتمعنا موجودة، لعله قليلة جدا لعله، لكن على فرض وجودها هاي المستقلة سماح السيد يشترط مع ذلك إذن الولي على الأحوط، إذن الولي على الأحوط، إما العمل بهذا الاحتياط أو رجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. أما إذا كانت غير مستقلة فيشترط هنا على نحو الفتوى، يشترط إذن الولي اللي هو الأب أو الجد من قبل الأب. الأخ إلى ولاية، يعني إذا الأب متوفي، جد متوفي، امرأة بكر رشيدة عدها أم وعدها أخوة، هل يشترط فيها في صحة تزويجها إذن الأم أو إذن الأخ أو إذن العام أو الخال؟ كلا، ما يشترط. نعم، تأدبين الأفضل كما هو متعارف الآن ومجتمعنا الاستئذان من عندهم، لكن لو فرضنا أنها هي عقدت من دون إذنهم، عقدها صحيح؟ نعم، عقدها صحيح، لكن تأدبا يعني يفترض أنه هي تستأذن من أخوتها، من أمها، من أعمامها، من أخوالها. كريم من بغداد يقول: هل يجب على الزوجة أن تتحجب أمام أخوة زوجها؟ نعم، يجب. أخوة الزوج ذولا أجانب على العبارة، يعتبرون أجانب، حالهم حال أي واحد أجنبي، ليس من المحارم. محارم المرأة أبوها، أخوتها، أعمامها، أخوالها، أولاد أختها، أولاد أخوها، ذولا هم محاربها. أما بالنسبة لأخ الزوج ليس من المحارم، فيجب عليها، يجب على هذه المرأة، يجب عليها أن تتحجب أمامهم، يجب عليها أن تستر كل جسمها ما عدا الوجه والكفين فقط، هاي جزء إبداعها أمام الأجانب ومنهم أخوة الزوج، ما عدا ذلك يجب عليها ستر. بعض النساء مثلا داخل البيت يعني أخوة الزوج موجودين تلبس حجاب، لكن ما تلبس جواريب، ما تغطي رجليها، يجوز لها؟ كلا، ما يجوز لها، واجب عليها أيضا تستر رجليها أمام الأجانب اللي هو أخوة الزوج.
ميثم من بابل. يقول: ما حكم من صلى في بيته وكان هناك مسجد بالقرب من بيته؟ يكره، يكره لجار المسجد أن يصلي في غير المسجد، يعني يصلي بالبيت، يصلي في الفندق، يصلي بمحل، هو جار للمسجد ما يصلي بالمسجد، يصلي ببيته أو يصلي بمحله أو يصلي بالشارع أو يصلي بالفندق أو في أي مكان آخر. هاي الصلاة صحيحة؟ نعم صحيحة، ولكنها مكروهة بمعنى قلة الثواب. طبعا هذا إذا كان لغير علة، إذا أكو علة ما يخالف، ما كره، مثل المطر أو البرد الشديد مثلا، نعم ماكو كراهنا. لكن إذا ماكو علة مثل المطر، نعم هذه الصلاة تكون مكروهة. وفي الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. أم علي من بابل تقول: أنا في أغلب الأحيان يشرد ذهني في الصلاة ولا أعرف في أي ركعة. هاي الأخت تعاني من كثرة الشك، كثرة الشك، كثير الشك لا يعتني بشكه، يعني إذا هي شكها في عدد الركعات، فإذا المصلي شك بعدد الركعات، إذا في كل ثلاث صلوات يشك بعدد ركعات في صلاة من ثلاث صلوات، واحد من ثلاثة، هذا ينطبق عليه عنوان كثير الشك، ينطبق عليه عنوان كثير الشك، يعتني بشكه كلا ما يعتني، يعني لو شك بين الثالثة والرابعة يبنى على الرابعة ولا يعتني بهذا الشك ما دام كثير الشك. أما إذا مو كثير الشك، لا، الواجب عليه يعتني بهذا الشك، إذا كان طبعا الشك مما كان يعالج. أبو عباس بن كربلاء يقول: هل يجوز قراءة القرآن بالموبايل ومن دون وضوء؟ نعم يجوز للشخص أن يقرأ القرآن في الموبايل، يطلع الصورة، صورة، أي صورة من صور القرآن، بقرة، آل عمران وغيرها، يطلعها بالموبايل ويقرأ. يجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز، لكن الأفضل وين القراءة؟ الأفضل القراءة في المصحف، النظر في المصحف عبادة، فكيف بالقراءة بالمصحف؟ فالأفضل أنه يقرأ أو يستحب القراءة في المصحف، القراءة في المصحف الشريف أفضل من القراءة في الموبايل. هل يشترط الوضوء؟ بالنسبة للوضوء للي يريد يقرأ القرآن شرط كمال، الوضوء شرط كمال وليس شرط صحة ولا شرط جواز، وإنما شرط كمال، يعني الأفضل والأكمل والأحسن إذا واحد يريد يقرأ قرآن يقرأ وهو متوضي، إذا قرأ من دون وضوء قراءته صحيحة ومجزية؟ نعم صحيحة ومجزية، لكن بشرط يكون ميس كتابة القرآن الكريم، يعني إذا لازم المصحف هو ما متوضي خلي يقرأ ما يخالف، لكن لا يلزم كتابة القرآن، لا يمس كتابة القرآن، خل يلزم الجلد أو يلزم الحواشي ولا يمس كتابة القرآن. أبو لؤي يقول: هل يجب مسح الرأس باليد اليمنى؟ لا، ما يشترط أنه مسح الرأس بالكف اليمنى، ما يشترط هذا. نعم الأفضل والأحوط استحبابًا أنه المتوضي إذا أراد يمسح مقدم الرأس، بيش يمسحها؟ بالكف، بباطن الكف اليمنى، بباطن الكف اليمنى. إذا يريد يمسح بظاهرها يصير، بس الأفضل شنو؟ بالباطن. يصير يمسحها باليسرى، يمسح مقدم الرأس؟ نعم يصير، لكن هذا خلاف الاحتياط الاستحبابي. الأحوط استحباباً أنه يكون المسح بنداوة الكف الأيمن. أبو جعفر من بغداد يقول: هل يجوز إعطاء
ربع سهم ربع الخمس عفوا للسادة وثلاثة أرباع الخمس لغير السادة. الخمس يقسم إلى سهمين، سهم السادة وسهم الإمام، 50% 50%، نصف نصف سهم السادة، والنصف الآخر يسمى سهم الإمام أو البعض يسميه سهم العوام. سهم السادة يصرف على فقراء السادة المتدينين 50%، نصفاً المن للسادة الفقراء المتدينين. إذا كان السيد مو فقير يصير واحد يعطي من سهم السادة؟ كلا، فقط للسيد الفقير. النصف الآخر اللي يسمى سهم الإمام 50%، هذا المن يعطى؟ هذا يعطى لمن كان عنده ضرورة من المؤمنين، عنده ضرورة يعني عنده حاجة ماسة، سواء كان سيد أو غير سيد. سهم الإمام يعطى للمؤمن سواء كان هاشمي أو غير هاشمي، لكن هذا المؤمن ماذا يشترط؟ يشترط أن يكون عنده ضرورة، يعني عنده حاجة ماسة، مثلا أكل ما عنده، هاي يعتبر حاجة ماسة. أجر الطبيب ما عنده، هاي تعتبر حاجة ماسة. إيجار بيت يدفع أيضا ما عنده، يعتبر حاجة ماسة. فيصرف للمؤمن اللي عنده حاجة ماسة، عنده ضرورة، سواء كان هاشميا أم غير هاشمي. أما سهم السادة فقط يعطى للهاشمي، للهاشمي الفقير. أم أحمد تقول أنا أنسى التلفظ بنية الوضوء، ولا يجب التلفظ بالنية حتى لو نسيت التلفظ بالنية. الشخص أحيانا يتوضأ ويقول أتوضأ مثلا قربة إلى الله تعالى، أو أتوضأ للكون على الطهارة، أو أتوضأ لصلاة الظهر. إذا ما تلفظ بالنية، ما قال هاي النية، وضوء صحيح؟ نعم وضوء صحيح. يكفي إنه يريد الوضوء للصلاة، يكفي إنه يريد الوضوء للصلاة أو للكون على الطهارة أو غير ذلك قربة إلى الله تعالى، يشترط قصد القربة، وإلا ما يصح هذا العمل. أبو حميد من كربلاء يقول أم توفت وأوصت بصرف ثلثي أموالها على الصلاة والصيام، لكن الورثة قسموا الأموال من دون إخراج الثلث، فما حكم ذلك؟ إذا شخص توفى عنده تركة، قبل التوزيع التركة على الورثة وقبل الوصية، إذا أكو على الميت ديون، ديون على الميت، مثلا فلان يطلب 1,000,000، فلان يطلب 500، فلان يطلب 100، ديون الناس، خرج من التركة وتعطى ديون الناس. إذا أكو ديون شرعية بذمته أيضا، خمس، زكاة، رد مظالم، مجهول المالك، أيضا كذلك تخرج ديون الناس والديون الشرعية، أيضا كذلك تخرج. إذا بقى شيء من المال، إذا عنده وصية أيضا تخرج الوصية، الوصية بس بشرط إنه لا تزيد على ثلث التركة، ما تزيد، كن على ثلث التركة مالته. إذا زادت على الثلث كون الورثة يقبلون بإجازة الورثة، لكن إذا كان ثلث أو أقل الوصية، مثلا قال طلعوا لي ثلث أموالي ودفعوا لي منها صلاة أو صوم، فمحتاج إلى إجازة الورثة، يجب على هنا الوصي يطلع ثلث التركة ويصرفها في الزكاة، يصرفها بحسب ما أوصى به بالصلاة بالصوم أو بغيرها، الباقي يوزع على الورثة. الأخوة هنا شو مسوين؟ مباشرة موزعين التركة على الورثة من دون إخراج الثلث. هذا نعم إذا لم يوصي بالثلث نعم ما يخالف، كل التركة تتوزع، لكن إذا أوصى بالثلث مثلا أو أقل يجب على الورثة يطلعون الثلث، ما يصير يتصرفون ويقسمون التركة من دون إخراج الثلث. إذا فرضنا أنه عصوا وما طلعوا الثلث ووزعوا التركة، البعض منهم ما يقبل،
اللي ما راضي بهذه الوضعية خلي يطلع الثلث من حصته يصرفه على الصلاة يصرفه على الصوم، وذولاك الواجب عليهم أيضا كذلك يفعلون أيضا كذلك. إذا ما سوى يعتبر عاصي وآثم، وهذا التصرف في مال غيره يحرم عليه التصرف في مال غيره. أبو كرار الزبيدي من بابل يقول: أثناء الصلاة أشك في عدد الركعات، فما حكم صلاتي؟ الشك قسمان، الشك في عدد الركعات قسمان. القسم الأول تبطل معه الصلاة، تبطل معه الصلاة، يعني مع وجود الشك الصلاة تبطل. الشك في مثل إيش؟ الشك في الصلاة الثنائية مثل صلاة الصبح، شك بصلاة الصبح بعدد الركعات، صلى وحدة لو اثنين صار عدة شك. إذا انقلب شك إلى ظن، نعم يمشي على الظن وصلاته صحيحة. فإذا غلب ظنه على اثنين أو على واحد يبنى على ما غلب ظنه وصلاته صحيحة. إذا بقى شك مستقر لم يغلب ظنه، شنو حكم الصلاة؟ لا، صلاة باطلة، يجب إعادتها. صلاة المغرب أيضا كذلك، الشك في عدد الركعات أيضا كذلك يبطل الصلاة، يجب عليه الإعادة. الشك في الركعة الأولى وفي الثانية من صلاة الظهر والعصر والعشاء أيضا كذلك الصلاة هذه تبطل. هذا الشك هنا ما ممكن معالجته إذا كان الشك بالثنائية مغرب، عفوا الصبح والمغرب والركعة الأولى، ركعتين الأولتين من الرباعية. عندنا القسم الثاني من الشك، الشك الذي يمكن معالجته وتصح الصلاة معه، الصلاة هنا تكون صحيحة. مثال على ذلك أو الأمثل على ذلك، عندنا الشك بين الاثنين والثلاثة في الصلاة الرباعية بعد الدخول في السجدة الأخيرة، المصلي شك إنهم صلوا اثنين لو ثلاثة بالصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، متى حصل هذا الشك؟ بعد الدخول بالسجدة الثانية. على من يبني؟ يبني على الأكثر، يبني على الثلاث، ويأتي بركعة واحدة من قيام احتياطا، يصلي صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام. وعدنا أيضا الشك اللي يمكن معالجته، الشك بين الثلاث والأربع أيضا في الصلاة الرباعية، عليه من يبني؟ يبني على الأكثر، يبني على الأربع، ويصلي ركعتين من جلوس أو ركعة واحدة من قيام، ركعتين من جلوس أو ركعة واحدة من قيام. والشك عندنا بين الاثنين والأربع، إذا المصلي شك في الصلاة الرباعية بين الاثنين وبين الأربع أيضا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر، يعني يبني على الأربعة ويصلي ركعتين احتياط، صلاة احتياط تكون ركعتين. وعندنا الشك بين الاثنين والثلاثة والأربعة أيضا بعد الدخول في السجدة الثانية، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يأتي بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا، يعني صلاة احتياط مرتين، صلاة ركعتين من قيام ثم يتبعها بركعتين من جلوس. وعدنا الصورة الخامسة من صور الشك، الشك بين الأربعة والخمسة بعد أيضا الدخول في السجدة الثانية، يعني المصلي شك إنهم صلي أربعة لو مصلي خمسة، هذا طبعا بعد الدخول في السجدة الثانية.
هنا عليه من يبني؟ يبني على الأربع، ما يبني على الخمس، الخمسة مبطل للصلاة، فيبني على الأربع. وش يسوي؟ عليه سجود سهو بعد الصلاة. هنا بهذا المورد الخامس ما عليه صلاة احتياط، مو واجب عليه صلاة احتياط، وإنما يجب عليه سجود سهو. إحدى المؤمنات يقول أنا مطلوبة صلاة، والآن أقضي لوالدتي، هل هذا القضاء صحيح وأنا مطلوبة؟ نعم، الشخص إذا كان مطلوب صلاة ذمته صلاة ويريد يصلي، الوالدة الوالدة يريد يصلي بأجرة، الشخص استأجرونه ما يخالف، صحيحة ماكو إشكال، يقدر يقضي الوالدة أو الوالدة أو أي شخص آخر تبرعا أو بأجرة يصير يقضي حتى وإن كان هو مطلوب صلاة. أم حسين تقول أنا اقترضت من جارتي مبلغ من المال وبعد فترة غابت، فهل أعتبر هذا المبلغ المستقرض رد مظالم؟ إذا هاي المرأة اللي اقترضت من عندها تعرفينها تقدرين توصلين لها، ما يجري عليها هاي حكم رد المظالم. هذا المال اللي اقترضتيه من عندها عليك أنها ترجعينه إلها، توصلينها وتعطين المال إلها إذا كانت موجودة هي، إذا كانت متوفية يعطى لورثتها، هذا ما يطلق عليه رد المظالم. متى يطلق عليه رد المظالم؟ إذا كانت هاي المرأة ما تعرفيها، أو تعرفيها وما تقدرين توصلين عليها، ما تقدرين توصلين لها، نعم هذا يجري عليه حكم رد المظالم. إذا فحصت عنها وسألتي وما قدرتي تعرفينها، هذا يجري عليه حكم رد المظالم، تصدقين بهذا المال على الفقراء المتدينين. جعفر، الأخ جعفر من بغداد يقول سيارة الأجرة عليها خمس؟ نعم، السيارة اللي يأخذها لغرض التكسب مو للمؤونة، هذه عليها خمس. أحيانا الواحد يشتري سيارة للمؤونة يعني يتنقل بيها هو وعائلته، يطلع بيها مثلا للدوام، يروح للسوق، يروح للمسجد، يسافر بيها، سيارة خاصة، هذه ما عليها خمس، تعتبر هذه من المؤونة. أما إذا كانت السيارة لغير المؤونة، اشتراها إما يريد يتاجر بيها يبيع ويشتري بالسيارات، أو يشتغل بيها، يشتغل بيها تاكسي، نعم هاي السيارة الواجب عليه أنه يخمسها. من يجي رأس السنة الخمسية إذا هو مشتريها من أرباح السنة يشوف قيمتها شقد، عندما يجي رأس السنة الخمسية ويخمس قيمتها، يخمس قيمة هذه السيارة إذا اشتراها من أرباح السنة. طبعا إذا مشتريها من أرباح السنة سابقة يخمس ثمن شراء هذه السيارة. إذا كان السيارة ذات استعمالين، يعني شخص اشترى سيارة ويستعملها هم للمؤونة يتنقل بها هو وعائلته وهم يشتغل بها، هاي عليها خمس لو ما عليها خمس؟ إذا كان يستعملها للمؤونة بمقدار معتد به، يعني افترض أنه مثلا هو 50% يتنقل بها هو وعائلته و50% على فرض يشتغل بها، هاي عليه خمس لو ما عليه خمس؟ هاي ما عليه خمس، ما دام هو يستعملها للمؤونة بمقدار معتد به مثل 50%, 40%, 60% فلا خمس عليها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.